رجعت لكم بسم الله. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم راح لعب لعبة جراني. هي طبعا لعبة مرعبة، انا اوريدي لعبتها بس اليوم رح طبعا عدد تحميلها فرح عيد العبها، كتير خايفة. يا جماعة عملت بوست قلت لكم اعطوني العاب مرعبة عشان اجربها ونشوف كم صرخ رح صرخ. انتوا قلتوا لي كلكم جراني جراني جراني. اول شي يا جماعة قبل ما بلش الفيديو اشتركوا بالقناة، كمان حطوا لايك اهم اشي، كمان حطوا لي فولو تيك توك كمان الانستغرام. خلي هلا نبلش بسرعة، لكن يا جماعة اشي كثير مهم، اذا انتوا بتخافوا لا تتبعوا هيك الفيديو كتير منيح، لا تركزوا فيه كتير. لك هذا الدبدوب بيرعب. خلينا نبلش، رح نضغط على بلاي. جماعة كتير خايفة فكمان وطوا الصوت عشان انا بصرخ كتير اذا ما بتعرفوا. مو كتير انا شوي بصرخ، اقصد اصرخ كتير. المهم كنتينيو. رح نبلش. انا يا جماعة خايفة كتير، انا يا جماعة مخاف من الجراني عن جد. هيك بتطلع فجأة، انا بقترح على جراني. اوكي داي 1 اللي بدنا نقضي كتير ايام. اليوم الخامس ما بعرف شو بيصير فيه، لكن كل الناس عم تحكي انا ما بعرف لك. خايفة. صراحة بلشت عم خاف لهيك بدي اروح تحت التخت، ما بعرف شو بدي اسوي لكن اكيد يا جماعة طبعا بجراني لازم نطلع ونجيب اشياء وهيك، لازم نفتش على مفاتيح واشياء عشان نطلع من هذا البيت، لكن انا مو متشجعة ابدا، مو مستعجلة عشان هيك جراني تطلع وتضربني بتخوف. ليش عم بلعب اصلا؟ ما بعرف ايش صار معي عشان قلت تعالوا نلعب العاب رعب. اوه خلص قلبي صار كتير قوي وخلص ما رح خاف حتى لو هاي بس لعبة، لكن عن جد بتخوف يعني. رح نتشجع ورح نطلع عشانكن، لما اذا طلعت لي رح نخلص هذا الفيديو رح اعتزل الجراني، رح خلص رح احط هيك بقائمة الوصل عشان لما هيك تطلع لي خلص ما رح ابدا احملها ابدا، ما رح احملها ابدا مرة تانية بس هالمرة. اوكي بترعب، في ناس ختمت هاللعبة المرعبة لكن انا ما بقدر حتى اني اتحرك. خلص اسرع تشجعي، خايفة رح اروح اتمشى هيك، بدي جراني تطلع لي خايفة. لا الموسيقى بترعب، خلينا نشيله. بدي اجيب دانا عشان تقعد جنبي لانه ما بقدر، انا كتير بخاف. تعاني استنى، لا 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 دانا ما حبت، قالت لي لا انا مشغولة. قلت لها خلاص اوكي اوكي انا بفرجيك، خلاص اصلا ما بعرف شو بدي افرجيه. شو رح يسوي مثلا؟ اوكي يلا هاد اوكي رح اتشجع ورح اطلع، رح اسوي هيك ضجيج عشان تجي لعمتي بس اصرخ عشان لانه انا هلا بحاجة الى الصراخ. اوكي رح اتشجع جايز، اذا عملت ضجيج رح تجي جراني. طبعا هي حابستني يعني، القصة تبعها بتقول انه جراني هي قصة حقيقية هيك جدة حبست حفيدتها لأنه هالجدة أعتقد إنها سايكو دايكو. أمزح أوكي. هالجدة خطفت حفيدتها وحطتها ببيتها شكله ما بعرف. الحفيدة اليوم الخامس بتهرب، حفيدها مو حفيدتها نسيت، المهم بتهرب لكن هي رح تقتلها ما بعرف ايش رح تسوي لها. هالقصة حقيقية اللي سمعها، لكن ما بصدق صراحة، ما بصدق بهالاشياء يعني، ما في اشي ما في دليل يعني، هيك بس شفت هيك قصة بدك بس ادنى ايش بدي اسوي. رح اتشجع، ما رح اركز كتير على اللعبة، رح اشوف هيك بالمحيط اللي ورا الموبايل لانه عرفتوا. اوكي خلينا نفتح هاد، اوكي نشوف شو داخله. leave this house، لازم نطلع. بتقول leave this house، يعني هي كتبتها اطلع من البيت،
هي اللي حبستني بالبيت وبتقول لي اطلع، يعني هي يا جماعة هيك حبستني، وأنا إذا طلعت شي أصوات رح تجي وبتضربني وخلص هيك بفقد الوعي، بعدين بيجي دغري اليوم التاني. سو أنا كتير خايفة، لكن رح أحاول أتشجع، رح أسوي ضجاج ضجيج، رح أخذ هاي معاي عشان إذا إجت بضربها لراسي. ما عشان تجي اسكراني كيس. هلا طبعا اجى اليوم الثاني، I have to leave this house، لازم اطلع من هذا البيت. لا خلص ما بعرف، لكن كثير عم خاف من الرعب. تخيلوا كيف كيف طلعت. طيب بترعب انا يا جماعه. الفيديو كله كنت عم اقول انا في الاول، قلت اوه خلص رح اجمع مفاتيح واطلع واتدارب مع جيراني ونضحك على الجده الشريره، لكن انا عن جد بخاف. يعني لا تضحكوا علي، يعني لا تسخرون علي، لكن انا ما رح اعيد اجرب العاب رعب. جايز روحوا لقوائم تشغيل تبعي او البلاي ليست، رح تلاقونا عندي سلسلة اسمها ألعاب رعب، وشوفوا كل فيديو لازم أصرخ. تخيلوا كي رح نجيبها مرة تانية صراحة، لأنه بدي أصرخ. عرفتوا لما أصرخ أحس بعدين إنه قلبي كتير ينبض، لكن بعدها هيك برتاح. مثلا هلا ارتحت خلص، صرخت وطلعت ما في لكن تخيل رح نطلع. اوكي بدي اختم هذا الفيديو، فرح نختمه مع الجدة الشريرة. حاول اني اطلع من هالغرفة، ورح اخذ معي هالشغلة ورح حاول نطلع ونشوف مين هي. خلص رح نتشجع، يعني عادي خلص هيك رح تطلع رح ناخدها وبس نطلع. يلا بسم الله. يلا خايفة صراحة. باب اعلان. اوكي يا جماعة اعتقد انه بس هيك رح نخلص هذا الفيديو. صرخت بما فيه الكفاية، حتى انه صوتي لما ما بقدر اصرخ عجب، لكن اسفة اذا اسفة كتير كتير، اعتذر. اقدم اعلى، لا شو اعلى كم بدون اعلى اعتذاراتي ايش. لكن اوكي هيكم شفتوا. هلا ما بعرف كم المره اللي عم جرب فيها هيك لعبه رعب، لكن روحوا على سلسله رعب بتشوفوا يا جماعه لما بجرب اي لعبه هيك بخيك. لكن عن جد اليوم لعبت كتير، لانه شكل جراني هذا بيخوف صراحه. في جراني وبتضل هيك تلعب وبتقتلها، في اللي ختمت اللعبه وراحت لتلعب، يعني كتير اجزاء من جراني. لكن شو انا بغرفه وبس، شفتوا هذا الفرق بيني وبين بين الناس العاديين. ما بعرف كيف بيعملوا، لكن هيك بفوتوا على اللعبه بضلهم هيك بيغنوا خلاص، بيتمسخروا عليها، بيقولوا اوه الجدة الشريرة، الجدة المضحكة، مدري ايش، ما فيها اشي بيضحك بترعب ها. anyways بس يا جماعة رح خلص هالفيديو، لا تقولوا لي مرة انني عم بمزح، لانه انا كتير عم بمزح، حكي كلها مزح. anyways يعني متابعيني اللي قدام رح يكونوا هيك تعودوا علي صح؟ ما بعرف، لكن اتس اوكي. بس احبكم كثير. شو رايكم طلع كمان مرة تانية جراني؟ لا ما بدي. anyways بس يا جماعة احبكم كثير، واشتركوا بالقناة وحطوا لايك لهذا الفيديو، لانه كثير كثير يا جماعة استجمعت طاقة عشان اني العب جراني، وانتم بتعرفوا انه اني انا ما بلعبها كثير لانه كثير بترعبني. انا شخصيا عم خاف منها، فكثير استجمعت كثير 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 شجاعة عشان العبها، فاعطوني لايك لهالشغلة. يلا بدي
برافو عليك أستاذي، أنت بشر مو عاد. Anyways، أحبكم كثير وباي.